صار المنتج التقليدي مرفوض اللي هو تعارفت عليه الأمم عبر السنين، لكن الريادة والتطور اليوم والفكرة أحدثت أثرها. فقدموا بهذا الشكل، هو ما بس عمل اختلاف بالمنتج، هو حتى بهذه الطريقة فتح أسواق جديدة. لاحظ، الريادة تفتح أسواق جديدة. بهذه الطريقة استطاع أنه يدخل المنتج على أرقى المولات في العالم وعلى كل سوبر ماركت موجود، وحتى لو ما كان اختصاصه. قديماً ما كنت تلاقي هاي المنتجات إلا عند البقال، لأنه اسمها بقالة، هي بقول، فكنت تلاقيها عند البقال فقط، هو مختص ببيع البقوليات. بتروح بتلاقي عنده كياس أو براميل وموجودة فيها هذه الحبوب. اليوم أنت هذه الأسواق فتح لك إياها في كل مكان، أي شارع أنت موجود فيه ستجد فيه هذا المنتج. والأمثلة كثيرة، يعني نحن إذا ما تكلمنا مثلاً على المواد الغذائية وموضوع الماركت الغذائي، ممكن نتكلم على أي مسألة أخرى في الطب، في الهندسة، في العمران، في كل مجال في الحياة. اليوم الريادة عندما تدخل على مسألة أو على فكرة فحقيقة تحولها من حالة تقليدية وتعطيها مزايا ليست موجودة في الأسواق العادية والتقليدية.